اوديكي بيت المأمور عشان افرجك على حاجه عمرك ما شفتيها ولا حتشوفيها. هيا. مكنه كده اسمها البيانه، سودا وليها صوابع بيضا. اول الست ما تلمسها تقولي ساكنها جان. تسمعي كروانات الدنيا كلها. وطب لايه ومزازيك ايه؟ طب بنت المأمور عندها فلغرات، وده يبقى اهدى كمان حاجه كده اهو زي قرص الحلاوه السمسميه. اول ما تشكيها بالابره ايه الغنيله؟ انا بصيت لقيت واحده بتغني وانا لوحدي في الاوضه، قلت على طول الاوضه مسكونه وغنيت. يا اللي مهندس فهمني. عياني من غرمياني. غرمين يا بنت؟ انت عشقت المهندس؟ كتاب صديق مضمون السلوك في رحلات زي دي. الكتاب صديق مخلص في كل وقت، خصوصا بين الاطلال. قصه غريبه لكن بعيد عن الواقع. ليه؟ مفيش في دنيتنا راجل بيموت من الحب، ولا ست بتضحي بابنها ومستقبلها عشان حبيبها وهو متجوز غيرها. ده يبقى منتهى الحب. قصدك منتهى الخيال؟ ابدا، الحب ذاته امل، والامل واقع في حياتنا. مين عايش من غير امل؟ لكن دي استمرت على حبها حتى بعد ما حبيبها مات. يبقى املها ابعد من الحياه. في حاجه؟ الكلام اللي بتقوله دلوقتي واللي سمعته قبل كده وانا نايمه مش ماشي ابدا مع البدله اللي انت لابسها، الا اذا كانوا عملوا اخيرا في الجيش سلاح الشعراء. يعني سيبوا دمك يسيح. ليه الحنيه دي؟ ما تخليه تتعايق بيها قدام الناس. الناس ما بتهمنيش. يمكن حد يهمك. محدش بيهمني. يمكن اني طبعا اني. ها يعني كنت سبتلي فرصه نوروك بتهمني ولا لا؟ براو عليك، يعني هي الفرصه بس اللي كانت ناقصاك. ان كانش كده كان يبقى اني رجب مش حد تاني. سامع بتقول ايه يا ام؟ بتقول الحق يا ابني. كده يعني حميده بتحبني اني؟ باين قوي من كلامها الحلو. انا ما نعرفش نقول كلام حلو. الكلام الحلو بيقولوه بالسيمة. عرفت السيمة كمان؟ رحتيها؟ رحتها. انا شخصيا مش متأكد. قصدك ايه؟ قصدي انك هتحبيني انا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي انك بتحبيني. بتحكي على ايه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. ايه اللي بيخليك متأكد بالشكل ده؟ دايما اكون انا شخصيا قلت لك اني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعيني. وعينيا قالت لك ايه بقى؟ كفاية انها ما بتلمعش الا ليا انا بس. كفاية ان وشك ما بتنوروش الابتسامة الا ليا انا بس. وايه معنى فإلى اللقاء في دار البقاء دي؟ علشان يعرف ان الحب عذاب وموت. لا، ده انا بالنسبة لي الحب سعادة وهنا. وايه كمان؟ الحب جميل، بيملى القلب والعين جمال. قبل ما اعرفه كانت الدنيا دنيا، دلوقتي الدنيا جنة. كان قلبي يقول لي انت مولودة عشاني، دلوقتي بقول لقلبي انا مولودة عشانك. الحب طير، ارضه السما وسماه القلب. يا ريتني رحت الكتاب زيك. الحاجات دي ما تعلمتهاش في الكتاب، من يوم ما شفته وانا حسيت انها كانت دايما في قلبي. هو انت بتلحق تشوفيها؟ بطاطس. احمد، ازيك يا احمد؟ الحمد لله على السلامة. غريبة، انت كبرت قوي. والله انا حاولت افضل قصير لكن ما قدرتش. لا بس ازيك يا احمد؟ الله يسلمك. فاكر يا احمد لما كنا بنلعب واحنا صغيرين؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ تعرف قبل ما تندهلي وتقولي يا بطاطس كنت بفكر في ايه؟ في ايه؟ في العروسة اللي خطفتها. شايفة العمارات العالية اللي هناك دي؟ مليانة ناس، في كل دقيقة هتلاقي واحد سعيد، واحد تعيس، وهتلاقي واحد مخدوع. انت بتخدعيني؟ خدعتيني؟ مرة واحدة بس. نوال، مش معقول. انت غريبة عجيبة ونازلة هنا. تصور وبرضه لقيك في وش. حلمك عليا. المرة دي انا بريء والله، ما كانش عندي اي فكرة قبل ما سمعتك بتكحي. اصلي شرقت. لازم حد بيحبك جايب سيرتك. ما تحاولش تغير الموضوع، احنا دلوقتي في الصدفة دي. اما صحيح حتة صدفة زي صدف زمان مش كده؟ ابدا والله، المرة دي صدفة بحق وحقيقي. احلفلك بايه؟ اخليك تصدقيني ازاي؟ انزلي اساليهم في الادارة يقولوا لك ان انا بنزل هنا دايما. يعني اقايس المرة دي واصدقك؟
لا تقايس ولا حاجة، أنا مستعد أسيب الأوتيل عشان ما أحسش إنك متضايقة. لا 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 لا، أنا مش متضايقة للدرجة دي، بس مش عايزك تضحك علي. أنا عمري ما ضحكت عليك يا نوال. النهاردة الوصفة ما اتغيرت، ندي حبة تقل بس. إيه ما رستكيش التقل صنعة، راسية ولا رسيكي؟ رسين. نسلم إحنا الأول، يجوا يكلمونا نكلمهم، بس إيه وإحنا سرحانين ندي الريق الحلو في الأول بس بالقانون. خلاص حفظت الدرس، اتكلي على الله. حبيتك العافية يا بيه. نعمة أنا بحبك ومش هقدر أخدع نفسي. مفيش حد هيوافقك على كده، حتى الحيطان هتنطق وتقول لك لا. كل ده ما يهمنيش، أنا يهمني أنت الإنسانة الوحيدة اللي قدرت تساعدني بكل تصرفاتها. أيوة يا بابا، حضرتك بتبصلي البصادي، غيرك مش هيبصلي كده، هيقولي شوف البنت اللي ضحكت على الباب ولفت عليك واتجوزيته وهي حتة خدامة. ما تقوليش خدامة يا نعمة. هي دي الحقيقة يا بابا، شفت حتى حضرتك اهو زعلت منها. لا يا بابا لا، ده انا لو هوافقك يعني هحكم عليك بالشقه. الشقه اني ما اتجوزكيش يا بيه. ارحم نفسك، النبي ترحم نفسك، ده انت هتكرهني كده. انا ما اقدرش ابدا، الحكايه دي صعبه عليا. ولا صعب فين يا رقص معاها؟ مش قلنا ان الواحد عشان ينجح لازم يجاري الجو اللي عايش فيه؟ تقوم تجاري على حسابي؟ يقول ايه علينا حسن بيه دلوقتي؟ ما يقول اللي يقوله. لازم تفهمي ان في اصول وتقاليد لازم نراعيها. دلوقتي بتتكلم عن التقاليد؟ كانت فين التقاليد دي ايام زمان؟ كانت دايما موجوده. وايه اللي فات عينيك عليها النهارده؟ المجتمع اللي احنا عايشين فيه. تبقى غلطتي انا اللي خدتك على المجتمع ده، وانا اللي عرفتك بالناس. الناس عمرها ما اعترفت بينا احنا الاثنين. واعترفت بيك انت لوحدك مش كده؟ ده مجتمع جبان تقدر تفرض عليه ارادتك لو كنت قوي. انا ما اقدرش افرض اخطائي على الناس. الناس كلها اخطاء، لكن بيداروها. ما بيداريهاش غير الضعيف. يعني انا ضعيف؟ يعني انا خطيئتك؟ حبنا هو خطيئتنا. يبقى نصلح الخطا ده، نتجوز. ايه اللي جابك هنا؟ مش قلتلك هكلمك في التليفون؟ انا كنت فايت من هنا قلت اجي اشوفك. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده مدير المكتب. مدير المكتب اللي شورتي عليه امبارح كان بده؟ ده من غير ده يبقى حلق دقن.